رجعنا لكم بعد الفاصل الاعلاني، وطبعا مثل كل نهار خميس نحن بنحب ننصحكم بكتاب اذا بتحبوا تقروا. في عنا كتاب اسمه العوده الى العمل، لماذا يحتاج الاقتصاد القوي الى حكومه ذكيه، الكتاب لبيل كلينتون الرئيس الامريكي السابق وباللغه العربيه طبعا مترجم. الكتاب مثل ما قلنا العوده الى العمل بيوضع فيه بيل كلينتون الايد على الجرح، وبحيث بيشخص الحاله المرضيه للولايات المتحده الامريكيه بالاعوام الثلاثين الاخيره، وبيشير الى اخفاق النظام السياسي بمواجهه التحديات وانخفاض الموقع التنافسي للولايات المتحده. فاذا انتقادات حاده لسياسات البلاد وحقائق دامغه بيضعها برسم المسؤولين الامريكيين لانقاذ مستقبل البلاد، خوفا على انهيار الاقتصاد الامريكي كليا ومن ثم انهيار الولايات المتحده الامريكيه. اذا بتحبوا تقروا الكتاب طبعا موجود بالمكتبات. اما هلا وصلنا لفقره ورشه ملح لنشوف اخر التحضيرات. احبائي اهلا وسهلا فيكم بورشة ملح لليوم، حلقة بتعقد بتجنن فيها كتير من الوصفات، بس بدي اعلق اول شيء على شغلة وحدة هي العشرة على عشرة. شو هو مفهوم العشرة على عشرة؟ كل يوم الصبح كل واحد منا لازم يقول عن حاله انه هو عشرة على عشرة، تيبلش نهاره اول شغلة بطريقة كتير حلوة ويتحدى ذاته تيوصل باخر النهار بعمله انه عن جد يكون 10 على 10، حتى لو ما جاب العشره بس نتحدى تنوصل. هذه شغله كثير مهمه لازم نفهمها دائما، وانا دائما انا متبعها من انا وصغير وبعدني متبعها ورح ضلني متبعها، واليوم كمان رح نتبعها سوا بوصفتنا لليوم ورح نحط لهم 10 على 10. اول شيء لصوص الصويا اللي عملتها بتعقد بتجنن، هي عباره عن 3 اكواب من مرقه الدجاج او اللحمه او الخضره. حطيت لهم ملعقتين اكيد باردين، حطيت لهم ملعقتين انا من النشا وحطيت لهم انا ملعقه من السكر، من بعد ذلك انا عارف رولا بتعمل لي شيء، عم تعمل لي شيء مقلب. اوكي، سكر وحطيت فيهم كمان او حطيت بالطنجره شويه زيت زيتون، زنجبيل مفروم، زنجبيل يعني جينجر، جنجومبر مفرومين، اعطاني الريحه الحلوه، بعد ذلك والريحه وين رولا؟ اوكي، والريحه كثير حلوه، حطيت عليهم هالخليط من السكر، خليط من الصويا بقلبها، خليط كمان من النشا وخليط من المرقة. صار عندي صوص بتعقد بتجنن، هيدي الصوص لازم يدخلها صلصة الفلفل الأخضر أو الأحمر أو الأصفر أو الثلاثة سوا، يعني بدنا نعمل صوص 10 على 10. أنا عارف عم تعملي مقلب، أنا فكرتك جاي سباحة. عم تبرم علي، أنا سمعتك بس لعبتها صح. أوكي، أنا مجهز حالي، مجهز حالي تعمل العملية هيك. لا 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 مالك 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 هندي ضربة هيك يعني بشوفك. لا لا أوكي باي 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 باي، بس بليز اعمل لي قصص طيبة برجع لعندك بعد شوي. ما بيمشي غير القوة والقتل، ما هي بليز بس اعمل لي قصص طيبة بس ارجع بعد شوي بليز باي. أوكي أخ الله يصبرك يا روح. أوكي زبطنا شعراتنا. أوكي لكن شو صار؟ اللي صار انه صار عندنا صوص جاهزه بس ناقصه صلصه الفلافل الحلوه الحمراء. هيدي هي صلصه الفلافل الحلوه الحمراء يا شتشود، وبنجي بنحطها على صلصه الصويا. ما حدا يقول لي كيف وليش، اعملوها وبعدين خبروني. طلعوا هالخليط الحلو هلا هيك، صار عندي هيدي هي الصوص اللي بعد شوي صغيره رح كمان تكتبوا تقروا تنقلوا الوصفه على الورقه اللي عندكم او كتاب الشيف شادي اللي موجود عندكم بالبيت، قصدي كتاب اللي انتم عاملين كتاب ومسميينه الشيف شادي. لقوا شو حلو هلا هون، طلعوا لي بالصوص، طلعوا لي بالصوص، 1 2 3 كيف الوضع؟ طلعوا شو حلوه، هيدي الصوص الصويا اللي عملناها لليوم بتعقد بتجنن. اوكي، ننتقل هلا، خلينا نجيب هلا كاس كمان هالكفكير ونحطه هون بدنا نستعملها بعد شوي. ننتقل هلا لنشرح كمان صلصه الفلفل الحلو اللي عملناها اليوم. هذيك مرة عملنا صلصة الفلفل الحار، حطيناها بالزيت يعني الشطة الحارة وحطيناها بالبراد، وكل ما بدنا بنفتح البراد بناخدها وبتضاين عندي أنا على الأكيد متأكد بهيدا البراد بهيدا الكذا بالتأني بالغرام بالحب اللي بدكم إياه، بتضل أكثر من سنة سنتين بس شرط يضل الزيت عليها من فوق. نفس الشيء صلصة الفلافل الحلوة الحمراء أو الصفراء أو الخضراء الحلوة اللي عملتها. شو عملت أنا؟ ليكو شو حلو، جبنا الفلافلة 3 ألوان مثل ما حكيت، مسكنا الوحدة هيك حطيناها بالصينية، حطيت عليها شوية زيت شوية ملح، فوتها على الفرن. شو صار فيها؟ بلشت كمان تستوي
وبلشت كمان القشره تطلع عنا، بس استويت شلتها لبرا تحت المي، قشرتها نظفتها حطيتها مع بصل وثوم بندوره معجون الطماطم ومرقه، مرقه يعني حوالي مرقه يعني دجاج كان انا عندي او مرقه خضره شوي صغيره هالقد، غليوا مع بعضهم، هرستهم مع الملح والفلفل وحطيت فيهم حبق يعني الريحان كم ورقه، كزبره رشه صغيره، وصار عندي هالصلصه الحلوه. يا سلام على هالصلصه يا شادي، صار جاهزه. وهلا بنشيلها كمان لورا سخنه شوي صغيره، وراح فرجيكم اياها كمان كيف بدنا نحطها بقلب هالوعاء. واحد اثنين ثلاثه. اوكي ليكو يا شيف، هذه هي الصوص على الاخر، على الاخر بننزل كل شيء كل شيء كل شيء، وصار عندنا الصوص جاهز. طيب هالاثنين صوص اللي عندنا اياهم جاهزين، شو فينا نعمل فيهم يا شيف شادي؟ حضرت لنا اياهم وعلمتنا اياهم ونسخت الاوراق وحطيناهم مدري وين. انا برايي هودي الاثنين صوص نحن اذا بلشنا نحكي مع بعض او بلشت تفتشوا بالجوجل او بوصفاتي انا او فتوا على الفيسبوك او شو ما كان، بتلاقوا حالكم انه نحن هون بهودي الاثنين صوصات بنعمل مليار وصفه. مليار مليار صدقوني مليار، لانه شو ما كان ان كان بعالم المطبخ الايطالي او المطبخ الفرنسي او المطبخ الصيني او المطبخ اللبناني، نحن هالصوصات فينا نستعمله. طيب رح انا بلش باول وصفه كمان لليوم اللي رح نعملها، هي الخضره. صوروا خضره مع صلصه الصويا. طيب الخضره اذا زدت لها لحمه بتصير خضره ولحمه مع صلصه الصويا، طيب اذا زدت لها سمك نفس الشيء، خضره وسمك مع صلصه الصويا، يعني كمان فيها تكون خضره بصلصه الفلفل الحلو، يعني الاثنين. طيب هيدي خضره، طلعوا حطينا الخضره هون يا شيف شادي، خلينا بس ننظف نتفه صغيره هيك. اوكي وهلا هون ولعنا، طلعوا الخضره الموجوده شو هي؟ فلفل كمان اخضر، وعندنا الاصفر والاحمر، عندنا بروكولي، عندنا فطر، عندنا كمان يا شيف شادي كمان بصل. وين البصلات؟ اه البصل، لك وين البصلات؟ هون. اوكي يعني من الفطر بصل بروكولي وثلاث انواع من الفلفل الحلو. شو بعمل انا هلا؟ بجيب نص كوب فقط من المرقة او من المي العادية، مرقة دجاج او مرقة لحمة او مرقة سمك حسب الطبق اللي عم نعمله، بس اذا عم نعمل بس خضرة بنروح على مرقة الخضرة، مزبوط؟ نص كوب. طلعوا قبل ما نحط زيت بتركن هلا على البخار شوي صغيرة، على بخار المي بيدبلوا عندي، فهمتوا علي كيف؟ يعني هلا انتم بس تصير تتبخر هالمي انا عندي او يتبخروا بتصيروا يلينوا شوي، بس يلينوا كمان يبلش المي كمان ينشف او المي تنشف، والميات يلي بيتركن هلا المشروم والفلفل بينشفوا، بحط ساعتها شويه زيت ملح وفلفل، وفيني اقدم الخضره تبعيتي الدينتي عم تقرش، شغله كثير حلوه. معي ولا مش معي؟ يلا لكن حكينا على صلصه الفلفل كمان الحلو، حكينا على صلصه الصويا، حكينا كمان على انواع الخضره اللي ممكن نستعملها بعد فينا، الكوسه اللي عندنا كمان القرنبيط او غيرهم، والطريقه وبعد شوي صغير رح نرجع لعندهم. ننتقل هلا لشمالي انا ونروح نشوف شو بدي اعمل انا اليوم يا شيف شادي بموضوع القريتسات، بموضوع البطاطا. طلعت معي فكره اليوم اني انا اجي احشي البطاطا قريديس. طيب شو بتكون عملت يا شادي؟ عم نكون احنا يعني وصلنا فكره كيف بنعمل صوص قريديس او صوص شريمس او كروفات يعني بطريقه حلوه، وصلنا الفكره كيف فينا نحشي ان كان بطاطا او اي نوع من الخضار، وكمان يمكن من الصوص فينا نعمل اشياء ثانيه. واو فكره حلوه، اوكي ناجحه. طيب انا عندي بطاطا مسلوقين، خليني نشوفها، ايه شفتوا مسلوقين بس مش كثير، يعني راح اجي بدي خليهم كمان يصيروا سخنين او سخنهم شوي، حطهم بالمايكروويف. اوكي حاطيهم ثلاث دقائق على الاد، ثلاث دقائق هلا بيسخنوا معي مزبوط، لانه بدي اقطعهم وشيل اللب منهم، شيل القلب تبعولهم بطريقه كمان كثير حلوه. اوكي هلا بتشوفوا كمان كيف تنحشيهم من الصلصه يلي بدي احضرها هلا. كيف بدنا نحضر صلصه الشريمس، صلصه البيبي شريمس او صلصه القريدس الصغير؟ ممكن يكون قريدس كبير، وشو عملنا فيه نحن؟ قطعناه. شغلي هاي لقوا كمان هون، طلعوا هون الخضره بلشت كمان تغلي انا عندي، رح ولع تحت انا هون كمان المقلي تاعمل الصوص الشريمس عادي حلوين. طيب القريتسات اللي انا عندي اليوم شاريون فروزن ماركه منيحه، اوكي فيكم تشترون كمان طازه،
تسلقون بعدين تقشرون وتستعملوا المي تبعيتهم، صرنا عاملينها كمان كذا مره مزبوط، وبنتعلمنا كيف بنقشرهم، تعلمنا كيف بنشيل كمان كيس الرمل منهم. اوكي صار عندنا افكار كثيره عن موضوع الاريديس، انا اليوم جبتهم تنعجل بالموضوع شوي، جبناهم فروزن حلوين، ماركات كثير حلوه موجودين بالدول العربيه وبلبنان وبكل العالم، فينا نختار ماركه حلوه بتعقد بنوثق فيها ونشتري الريسيت تبعولنا. طيب شو بنعمل فيهم؟ ايه عم يسالوني انه الكيس بيكون مجمد او مجلد، بننزله من الفريزر بنحطه بالبراد، بضل بالبراد حوالي 4-5 ساعات لوحده بيدوب الثلج عنه، مش انه بنكبه بالمي او مايكروويف او غيره، هيدي احسن طريقه، فريزر براد براد بنطلعه على برا بنشتغل فيه. اوكي بصل يا شيف شادي، هذه هي البصله، وانا هون بنبلش هلا هون هيدا البصل تنعمل صلصه الاريتسيت الحلوين، وهيدا كمان البصلات طريقه حلوه، وصار عندي كمان انا هون المقلي عاديه، وهيدا زيت الزيتون كمان انا على المقلي طلعوا، وما بدي غير اجي احط هل البصل وين طلع، واو بقلب المقلي بهالطريقه. وهلا بدي اروح اقطع على نفس كمان الخشبه، راح اقطع او الكيتشن بورد خلينا نسميها، نقطع المشرومز لانه بدي احط مشرومز اليوم مع مين؟ مع كمان الريتسيت والبصلات. بنروح نحن على المشرومز، ممكن كمان نكون مقشرينهم، ممكن كمان هالفطر او هالشامبينيون دو باري نكون مش مقشرينهم بس مغسلينهم. اوكي اما اذا بدنا نعمل منهم سلاد يا شيف شادي لازم نقشرهم، ما لازم نغسلهم، احلى ما يسودوا بعدين، لك للطبخ فينا نستعمله بالقشره ونغسله، اما اذا بدنا اياه ني لازم نقشره ما فينا نغسله. يلا واو طلعوا هون المشرومز مع البصل حلوين، هون انطلقنا بعمل او بتطبيق طبق بيعقد بجنن، فينا نقدمه لوحده مع اللحمه المفرومه، مزبوط؟ وين صارت الخضره؟ ماشي حالها. واو طلعوا الالوان بعدها كمان بعدها شيرة. طيب انا رح اخذ بعض حبي من المشروم بعد هيك انتقل واجي احطها هون. قدامي هون عم بتشوفوا كم حبه من التومات سيشي، هيدي بندوره مجففه ساندراي توميتو، صحيح غاليين شوي بس ولا اطيب من هيك وفينا نعملهم بالبيت. انا هلا حبيت لانه كانوا عندي بالبراد حبيت اخذ وحده قطعها مع ورقتين من الريحان الحبق بهالطريقه، وضيفهم على الصوص. هون ما بنقول لحدا، يعني ما حدا شاف، ما حدا دري، اجا جوزي، اجوا اخواتي، اجوا العزايم، اجوا اصحابنا، شو حطيتي بالصوص؟ لا ادري. بقول له اعطينا الوصفه، بتعطيهم الوصفه مثل ما انا راح اعطيكم اياها بعد شوي، وما حطيت بالوصفه حبق وساندراي توميتو حتى ما تعرفوا السر تبع الطبخه. اوكي، ليكوا شو حلو هلا هون، شو بعمل انا هلا؟ بدي انهي الوصفه انا هلا قبل ما ارجع لعندكم، بدي اعمله انه قبل ما نطلع بريك قصدي، راح اخذ نص الريتسيت يعني 50% منهم، طلعوا كيف؟ هلا بنغسل ايدينا بعدين. واو حلوين هول، انتم خليكم هون بدنا نعمل فيكم شيء ثاني بعد شوي. واو طلعوا كيف؟ ولانهم كمان مسلوقين شوي صغيره من قبل ومقشرين يعني ما بدهم يغلوا كثير، دغري هلا بسرعه باخذ انا كوب واحد من الحليب، بحط عليهم كوب من الحليب، بنحرك شوي على نار خفيفه، وراح احط لهم بعد شوي صغيره ملعقة من النشا مشان هيك يجمعوا على بعضهم، وإذا ما بدي أحط حليب ونشا حتى ما آكل كتير دهون، عم حط أنا حليب ونشا ما أنا آكل دهون، لأنه يا شادي إذا أنا ما عندي مشكلة فيني أحط كريم فريش. أوكي فهمتوا علي؟ يعني أنا عم حط حليب ونشا أنا يجمعوا ما آكل كريم فريش، وإلا كريم فريش مثل ما بدكم أنتم اختاروا ساعتها أنا ما عندي مشكلة. هلا بدنا نرتاح شوي صغير نرجع لعند الشيف شادي. شو بدي يكون عامل؟ ما بعرف كثير اشياء، ناطركم. ما استفدت من شيء، بعد ما في شيء خالص، مش قادره ادوق شيء، مش قادره اعمل شيء غير شم روايح، بس رح نبلش فقره ورشه ملح، قصدي نكفيها، قصدي خليكم معنا. ولا شيء
احبائي لكن اهلا وسهلا فيكم هلا بفقره كثير حلوه الاخيره مع الشاب شادي لوحده. ايه مفتكره حدا شايفك انت يعني؟ اوكي هلا هون حطت الكرسي ويا عين بما انك قلت لوحده يا عين يا عين يا عين. اوكي ليكي هون يا رولا ما زالك قاعده وقاعده. شو ورد ما راح اقدر نطبخ هيك بس قاعده. اوكي ليكي شو بدي اعمل هلا شغله قبل ما اشرح او اللي ما كان معنا صار معنا. فلفل فلفل ثلاث الوان تنانين عملناهم بهالطريقه هيك شويه زيت. رحنا كمان على شوية ملح مش غلط. رحنا على شوية كزبرة مش غلط. رحنا على شوية فلفل مش غلط. رحنا على شوية لا 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 اوكي يلا بابريكا فيا على النار وشاعلة من فوق بعدين بدنا نحشيهم. هلا البطاطا وين؟ بالمايكرويف. يلا يا شادي حط ايدك على البطاطا وطير المعروف يلا. لكن نحن عندنا هون اول شيء اللي ما كان معنا صار معنا وراح تبلشوا تكتبوا الوصفات. اول وصفه راح نكتبها هي الخضره مع صلصه الصويا وركزوا كثير على صلصه الصويا اليوم اللي هي ولا اطيب من هيك. مزبوط. قولي نو نو. ها شفتي كلمه نو هيدي سعادتك اليوم. لماذا سعادتك؟ انه انا اعطيك شوي صغيره من الصوص. طلعي اوكي بدي اكل شيء معك هون. شفتي هذا كمان خبز. اي لاف يو. ايه برافو. عن جد؟ ايه اوكي يلا. yeah. الاشوريين بس يطلقوا فيهم يطلقوا بسرعه. ليكي هون انا كثير بحبك. يا عفيف. ليكي هون البطاطا طلع yeah. بليز البطاطا اوكي بقطع هون شوي بقطع هون هيك شوي وبجي على النص بجي بقطع البطاطا بهالطريقه طلعوا كيف؟ واو قطعناها وعملناها شو؟ عملناها فاضيه بعد شوي. اوكي كلي انت خي سبحان اللي سكتك. اوكي طلعي كمان هون شقفي كمان صغيره. هلا هون كمان قطعناها وهلا بصير فاضيه بعد شوي طلعي كيف؟ اوكي رح ناخذ كمان وحده ثانيه يا بيي. ليكي هون اول شيء الخضره اللي حطيناها مع شويه مي ليكوا لاحظوها شوي صغيره من المعروف بعد ما حطيت زيت مع شويه مي مع هيدي الخضره دبلت عند الخضره مع نص كوب وطلعي شو حلوين طلعي الالوان رائع أوكي. عن جد طلعي شو حلوين طلعي شو حلوين. هلا شو بعمل هلا بحط نقطة زيت يعني ملعقة لكل هيدي الكمية. تصوري قديش وين الزيت هون كان لكي كيف. وهلا من بعد ما احط هالملقعة الزيت من دون ما احط انا عليهم ولا شيء ابدا. شو معناتها ولا شيء ابدا؟ لا ملح ولا بهار ولا شيء. لماذا؟ لانه بدي احط عليهم صلصة الصويا اللي عم تكتبوها كمان قدامكم صح. وهيدا يا شيف شادي هون صلصة الصويا يلي فيها صلصة الفلفل الحلو. يا سلام هيدا هون رجعنا على ايام مين؟ العز. ايام العز وايام الجمال وايام الاكل الطيب. طيب يا رولا تعالي عندي شوي صغيره بس عملي معروف. تعالي عندي اليوم يعني اوكي. ليكي هون هيدي الصوص اذا حطينا كمان هلا كاجو وحطينا لها تشيكن شو بصير؟ بتصير تشاينيز بتصير تشيكن كاجونتس تشيكن كاجونتس. اذا حطينا لها ميت وحطينا لها كاجو شو بتصير؟ ميت كاجونتس. اذا بنحط لها مثلا تنقول سمك وبنحط لها وبنحط لها سنوبر شو بتصير؟ ما بتعود شيء. اوكي مبلا فيش باين سيت ناتس فليخ فلاس. المهم انه هيدي هون مثل ما هي فينا ناكلها مثل ما هي وفينا اي اضافات بدكم تعملوها فيكم تعملوها تضيف واحد عملك شوي صغيره بس دقيقه بس هلا بدي مني كمان شغله. بتيجي لهون بتيجي هون قبل الاضافات لك الملعقه وبتيجي على البطاطو هيك شو بتعملي؟ شوي صغيره سخنه شوي اوكي بنشيل منها طلعي ها شفتي؟ شوي صغيره من البطاطا بهالطريقه هيك هي عملك شوي سخنين كثير اوكي؟ نجي بدنا نجوفها يعني انا عندي طريقه احسن عملك شو انا عندي طريقه احسن اللي هي طريقه كمان اسرع ليكي شو هي الطريقه هيك طلعي كيف عيان لك انت طلعي اوكي طلعي كيف حلوة. شفتي يا فيكي؟ ليه بدك تحرق لي ايديا؟ لا لا شوي شوي لكي ها شوي 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 بنجوفها تنحشيها الصوص اوكي؟ طيب يا جاي لعندك اوكي لكن هون انا معي هلا رح انا اجي اقدم طبق انا هلا من الخضره وهيدي هون الصوص اللي حطينا فيها هيدي الصوص الجاهزه اللي حطينا فيها كوب واحد من الحليب مع ملعقه من النشا مع القريسات مع كل شيء انا معي ان شاء الله خليني جاي لعندك يا خليك اوكي لانه مستويه كثير اوكي اللي بدي اقول شغله اول شيء خليني اخذ ملعقه وبلش انا احط لك وانت بتذوقي صح رايك يعني. هيدا شغلتي اصلا ليك هون شو حلو اول شيء هيدا اول شيء الوصفه تبع شو الخضره مع صلصه الصويا هيدي بدوق بقى هيدي شو بدي خبرك هاي خضره مع شو
مع صلصه الصويا. فيك تذوقي منها. وهلا المشاهدين شافوها قديش شكلها حلو. بدي سميك ماما. ما ها برافو عليك. اوكي شو اسم امك؟ عايده. سميني عايده. سميك عايده. هلا بدي اجيب بعد شوي اجيب كمان مقلي. هالمقلي اللي انا عندي اياه هون راح نحطها محل هون، لانه هون الحشوه صارت عندي اياها جاهزه اللي عملناها، وراح نعمل معها بعد شوي صغيره النودلز. واو لك ليكو شو عم بعمل. عم يعمل الشيف شادي هون. ليكو بليز. وحده. قربي قربي. اثنين ثلاثه، وعندي 200 جرام مع 2 لتر من المي، وكمان نسينا ما نحط ملح، وهودي كمان ملعقتين صغار من الملح. بعدها ماشي بدنا نعمل فيهم شو هلا؟ بدنا نعمل فيهم نودلز مع الريتزيس مع كمان الخضره اللي انت عم تاكلي منها. عم تفهم علي الموضوع وين؟ اوكي طيب، لكن بهالطريقه انا اوكي بس هلا هلا اللي بدنا نعمله، بدنا نحط هون شويه كزبره وهون شويه كذا، وجيبي ملعقه من عندك تندوقه اذا بتريدي يعني معروف. اوكي جيبي 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 الملعقه هون تندوق. اول شيء الصوص اللي عملناها، اللي ما كان معنا صار معنا. شو عملنا؟ بصل، شو عملنا؟ مشروم، شو عملنا؟ زيت زيتون، شو عملنا؟ ريتسيت، شو عملنا؟ حليب، شو عملنا؟ ملح وفلفل، هلا حطينا كزبره، وشو عملنا؟ ملعقه من النشا. بتعقد بتجنن يا عملي، ما عم تاخذوا ولا اللقطه لي ساعه، عم حاول ما كنت نفس النكته وعم تطلع بالكاميرا. بليز رجع خذها مني وعمل حالك انه ما معك خبر. تفضل. ياي شو عملتي فيني؟ الصبر. برافو ليك شو حلوين. تعي تعي انا هون بملعقتي، انت بملعقتك، تندوق نحن من الصوص. انا بملعقتي كمان. اوكي في تحط معها وحدة مشروب. كلي بس وحدة. اوكي؟ يلا هون بدنا نحرك لكم النودلز كمان. هلا هون شو صار عندنا؟ وهلا اللي بدنا نعمله هو التالي. انه معكم شوي يا ماما. ليكو زيت الزيتون وين؟ على هيدي المقلي. معي ولا مش معي؟ رائعة بتعقد بتعقد بتعقد. خلص فهمنا فهمنا انه انا شاطر، ما ضروري نعيدها كل يوم كل يوم كل يوم، واخبار وجرايد ومجلات. عرفنا هذا الموضوع وخلص. طيبة انت شو قصة؟ ليكو هون زيت الزيتون شفتيه؟ شفته. قولي ايه؟ ايه قولي اربع مرات ايه مشان يحمى الزيت. بدي وقت يمشي. ايه ايه ايه. اوكي ليك كيف هلا هون ما حمي شوي، بس انه يعني لازم يحمى شوي صغير الزيت. بدي اعطيهم يي ولا نار يا شيف شادي مطيع على الاخر. هلا هودي القرايت سيت، لانه هن اوريدي مستويين، فينا نقول 60 70% بدهم دقيقه هون. وين بنحطهم؟ دغري بنحطهم على الخضره والنودلز هون يا ماما. فهمت كيف بده يصير؟ بس اللعبه بنرجع بنعيد. لكن هون القرايت سيت رح يروحوا لهون لعند هون. هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب شوي صغيره من الصوص، وراح نحط عليهم شوي صغيره كمان من الفلفل او صلصه فلفل زياده. صار عندنا الصوص صارت جاهزه، هيدي صارت جاهزه للنودلز، رح نولع كمان تحتها. واو 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 واو. قد ايه بدهم النودلز وقت؟ بعتقد صاروا نوعا ما جاهزين. لا بعد شوي ضربه. لا يا سلام طلع شو حلوين، لانه لازم هالطريقه تطلع هي كرمال تفككيهم عن بعضهم. اي باستا لونجا، باستا لونجا معناتها انه اي سوري اوكي اي باستا لونجا يعني اي باستا طويله. وباستا كورتا اي باستا شو؟ كورتا كورتا أصيري. يعني قصيره. كورتا لونجا. قولي كورتا لونجا. كورتا لونجا يعني انت كورتا وانا لونجو. مين قال لك؟ مين قال لك طلع؟ مين قال؟ طلع انا لونجو. مين قال لك؟ انا لونجو وانت كورتا. هيدا قد ما بتقعد على المرايه بتقول 10 على 10 على 10 بالقرايت سيت اللي عم نحطهم هلا فوق شو اسمه؟ وهون القرايت سيت الحلوين هيك. يلا يا شادي هلا شو بدنا نعمل؟ يا ماما حلوه. كيف الوضع؟ حلوه مش الحال؟ قوية. وهلا انا عندي اياها هون زحيلي زحيلي. اوكي ليك شو بدنا نعمل هلا؟ بنجيب نحن الطنجره من هون هيك شوي شوي يا شادي عشان ما تحرق حالك يا شادي. بدنا نشيل الميات يا شادي. ويلا هون صفينا الميات، الحقي الحقينا على المغسله ونرجع لهون. نرجع لهون وليكو وين؟ دغري ممنوع المي المسقعه، ممنوع المي المسقعه، ونجيبهم لقدامنا. ليك وين لقدامنا يعني؟ خلص بدي هيدا الصحن اعطيني هيدا. كيف هون؟ واو لا لا خلص بلا بلعب بلا شيء بلا شيء بلا شيء. كيف؟ ها؟ يا سلام ونروح على المواضيع. وهلا بلشنا هون. واو هون الجميل هلا هون بس طلعي يا سلام على هذا الموضوع يا شيف شادي بزيت الزيتون بالاخر هيك عشان تعطيهم الطعمه الحلوه. بلشنا بعقده وهلا ياي ياي. بس احب باقي لك عن اللي قاعدين بالبيت بدهم ساعة تيستويوا. ليه؟ ساعة؟ قربي قربي قربت. انا حدك انا حدك قربي
طلعي بس هون هالخضار الحلوه هيك علي ومن فوق، وانا هلا بنتقل هون على وين؟ على يميني او قصدي على شمالي، بنتقل بهالطريقه هيك وبجي بحطهم كلهم بنص الطبق تبين هيك حلو، تبين مثل الهرم. وتطلعوا هالنودلز اللي عملناها من ورا الخضره اللي كنا نحن محضرينها، تطلعوا من هي عملنا هيدا، من هي عملنا كمان هيدا. شو حلوين! واو يا شيف شادي، الصوص هون عندي اياها جاهزه، هلا ننتقل للحشي. اخ على الجمال. طيب. انا ميرسي. طيب يلا، لكن هون شلنا هيك، حطينا هون، اخذنا صحن كمان، وعندنا هالفلفل. يا على الفلفل، يا على الفلفل. طلع كيف كيف هون الوضع مبين. خربت الدنيا انت يا بنت. يا اوكي، طلعوا شو حلوين. اول شيء الفلفل، حتى نحشي الفلفل لانه لازم. طلعوا كيف هون بكون فيها شويه مي. يلا الميات معي ولا مش معي؟ ولا. ويلا الفلفلات، ويلا الفلفلات، ولا كلنا مع بعضنا بناخذ نحن كمان من هال. رجعين على البطاطا من هالصوص، طلعوا كيف. واو، صرنا محضرينهم. وطلعوا شو بنعمل. طلعي لي وطلعي هلا الصوص كيف بتسيح من تحت. طلعي لي هون على الجمال. شفتي كيف؟ هيدي الفلفل هون وكمان هون، وعندي هلا يا مع هي عندي كمان هلا قرص من البطاطا. عن جد بتمزح؟ رح نفرجيهم. شو بكي؟ ليش عم بمزح؟ انا مش عم بمزح ابدا. ليكو شو بدنا نعمل هلا؟ عندي انا هون سكين زغرور بجي على البطاطا. استشر لك كل هول ال ايه مزبوط. هيك البطاطا هون بنجي عليهم. طلعوا كيف شو انا عم بشتغلها بطريقه كمان حلوه هلا لانه فضينا اكثر. بجي انا بشتغل على البطاطا وبنشيل حشوه البطاطا من قلبها. شفتي كيف؟ قد ما عندي. شفتي كيف؟ بنشيل حشوه البطاطا كلها سوا بهالطريقه هيك قد ما فيكي شيلي، يعني انت اذا عندك بالبيت وقت بتشيلي قد ما بدك. وبنجي نحن نفس الموضوع بنعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك، وبنحط البطاطا بهالطريقه هون. بنجيب كمان نحن هالحشوه تبع البطاطا وبنحطها عليها. ياه، هلا انا بدي اتحدى هلا وشوف اذا في عندنا شيء اطيب من الاشياء اللي عم نعملها هيك. واو. طب انا رح نحطه هون بس رح ننطفه. رح ننطفه شوي صغيره. وخبريني عن اوضاعك. نحن بننطفه. اوكي. طلعي كيف. لك انا هون من الخضره شو عملنا؟ من الخضره جينا نحن وقلنا اول شيء خلينا هيدا نعمل هيك. قلنا من الخضره اول شيء قلنا بنعمل صوص الصويا اللي هي هيدي هون، بترجع عيدها لاخر مره هلا، اللي هي ثلاث اكواب من المرقه. شو بنعمل فيهم؟ ملعقتين من النشا معهم، بنخلطهم مع ملعقه من السكر وملعقتين من الصويا بقلبهم، وبقلب الطنجره زيت زيتون مع شويه زنجبيل مقطع. بنضيف المكونات اللي هول، بنضيفهم فوقهم بيغلوا، وبنضيف لهم صلصه الفلفل كمان الحلو. وصار عنا اياها جاهزه. وقت تطلعي شو راح يصير هون، هذا اخر تاتش نحن بنحطه هلا هون. بتصير كمان اللعبه الحلوه بهالطريقه. وانا بعتقد هيك نحن بنكون وصلنا للنهايه. وهيدي الصوص بدي اذكركم فيها، رح بردها اللي هي صوصه الفلفل الحلو، رح بردها انا حطها بالبراد. وكل ما بدنا نعملنا شيء اكله طيبه، بس الاشخاص لازم يحبوا الفلفل الحلو، مش مثل سحر. سحر ما بتحب الفلفل الحلو. يعني اليوم مش الحلقه ما كانت لها، بس بدي اقول انه هيدي كمان صوص كثير حلوه تنحطها باي يخني، باي طاجن. اوكي، عم نعمل طاجن، عم نعمل يخني، عم نعمل زريعه، عم نعمل بازيلا ورز مثلا، بتشيلوا ملعقه وبتحطوها بقلب. ربنا رح يصطفل فيك عن جد يا رب. انا مع السلام. بالخير. أنا بعرف. مع السلام. انت بعثنا فيديو، شو رايك؟ لا انا رح ابعث لهم فيديو اقول لهم انا مع السلام. انا مع السلام. انا بختار السلام. انا بختار السلام. خلصت؟ طيب اوكي، نحن خلصت حلقتنا. انا بختار السلام لليوم. بكره حلقه جديده طبعا بعالم الصباح وفقرات جديده، ونحن كلنا بنختار السلام. انا بختار السلام. باي. انا بختار السلام. انا كمان بختار السلام.